أقوى وصفة للبيتزا على الطريقة الإيطالية، بمعنى أصح البيتزا الأصلية من المطبخ الإيطالي نفسه. هتكملوا معايا الفيديو وهتنبهروا بالشكل، وأكيد اللي هيجربها هينبهر هو كمان بالطعم. بجد هتشرفكم في أي وقت. تابعوا معايا الفيديو للآخر. كل اللي احتاجته كوب المية الدافية، وهخلي جنبي نص كوباية تاني. أنا هنا حطيت كوباية واحدة بس من المية الدافية، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين كمان من الخميرة، معلقتين صغيرين بما يعادل معلقه واحده فقط من المضرب السلك، لغايه ما اتاكد ان هما امتزجوا مع بعض. بعد كده هنزل بحوالي تلت كوبايه برضو من الزيت. اهم حاجه لازم نثبت الكوبايه او المج اللي بنعاير بيه. تمام، نزلت هنا برضو ببياض بيضه، فصلت بيضه، خليت الصفار كده على جنب، واخدت البياض بتاعه دخلته في العجينه بتاعتي. كل ده وهقلب بالمضرب السلك كويس جدا عشان اتاكد ان هو امتزج معايا كويس. هنا عندي 4 كوبايات من الدقيق بما يعادل نص كيلو من الدقيق، ضفت عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودر وقلبتهم كده كويس، وكان على الدقيق برضو رشه من الملح. اقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق باللبن على المواد السائله بتاعتي. زي ما تعودنا في كل معجنات لازم نقلب كده بمعلقه او سباتيولا لغايه ما الدقيق يشرب كميه السوائل، وبعد كده هبتدي اعجن بايدي. هبتدي اعجن بايدي طبعا. العجينه لو حسيتوها لسه محتاجه دقيق حطوا معلقه، لسه ملزقه زي ما لزقت معايا وكانت محتاجه بس معلقه واحده من الزيت، اديتها معلقه واحده من الزيت ورجعت خدمتها كده تاني وسبتها على جنب في مكان دافي لمدة نص ساعة علشان بس تخمر معايا. شايفين لازم العجينة نوصل للملمس الناعم الجميل ده. تمام، طبعا بيرجع لاختلاف نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. اهم حاجة مسحت وشها بمسحة من الزيت، وبعد كده غطيتها علشان وشها بس ما يتشققش معايا، وسبتها نص ساعة. بعد نص ساعة كان الشكل الجميل ده. طبعا اللي متابعني من الاول عارف انا بحب العجين بطريقه ازاي رهيبه، بحب المعجنات، بحب ريحه العجين جدا جدا، يعني بلاقي نفسي فعلا فيه. جبت العجينه بتاعتي بتلتين وتلت، جبت الجزء الاكبر لان هعمل واحده اكبر شويه، والجزء الثاني هيعمل لي صينيه كده مقاس 28، برده صينيه حلوه مش وحشه. جبت ورقه زبده مسحتها بمسحه من الزيت وحطيت اللي هو الجزء الاكبر من العجينه. ابتديت افردها كده الفرايده بتاعتي او النشابه على شكل دايره. طبعا هنا ورق الزبده مسهل عليا حركه العجينه، وبمعنى تاني ان هو هيسهل عليا ان انا هنقل فيه العجينه زي ما هتشوفوا في الاخر. تمام، بقدر الامكان طبعا قدرت يعني فردتها على شكل دايره على قد ما اقدر. طبق ملامين بقى كده حطيته عليه، وزي ما يعني ما بتقولوا كده يعني الشكل ما انتظمش معايا دايره، بس ابتديت اظبط الاطراف كده بحيث ان هو يديني على بقدر الامكان شكل دايره، يعني اهو بنتحايل على العجينه. تمام بالمنظر ده. بعد ما ظبطت الاطراف بتاعتها كويس جدا على قد ما اقدر ظبطتها شكل دايره، طبعا لو في اي تظبيط بنظبط بقى الطبق نفسه بحيث ان كل طرف يبقى مساوي للطرف التاني، فاهمين قصدي؟ جبت سكينه تكون حاده معايا شويه وبتقطع اطراف العجينه زي ما انتم شايفين كده، كل سنتي وابتدي اقطع سنتي، وابتدي اقطع المسافات دي، يعني المسافه ما بين كل فتحه وفتحه اعمل سنتي واحد، تعمل سنتي واحد بالظبط. هنا بصوا بقى انا بقفل الشكل ازاي، يعني بعمل زي اكسات كده. ركزوا بقى في الشكل ده، شايفين هما الايطاليين بقى بيعملوا الحركه دي. وفي نفس الوقت الاطراف دي ممكن تحشوها، يعني ممكن تحطوا قطع جبنه صوابع وتبتدوا تقفلوا عليها بالمنظر ده. انا ما كانش عندي جبنه غير جبنه مبشوره، فلو كان عندي صوابع كنت عملتها، فبس هعملها برضو في مره ان انا هحشي الاطراف الجميله دي. بعد ما خلصت الاطراف كلها ابتديت بس فيها كده بالشوكه عشان ما تقبش كده في النص معايا، وبعد كده جبت صلصه البيتزا وعملناها قبل كده مع بعض، هي كلها شويه عصير طماطم بنسبكه مع معلقه من الزيت مقدوح فيها معلقه من الثوم. بعد ما وزعت الصلصه بتاعتي في النص، احنا كل ده بنشتغل نص بس، اديتها شويه من الجبن الموتزاريلا، طبعا عندكم ميكس جبن مفيش مشكله اي نوع جبنه انتوا تفضلوه، اهم حاجه بنشتغل في منطقه النص فقط. تمام، بعد ما وزعت الجبنه كده في النص، طبعا الحشوات زي ما معوداكم احنا بنعمل البيتزا دي من يوم تنظيف للثلاجه، يعني جيبي بواقي الاكل اللي عندك في الثلاجه تعملي بيه البيتزا الجميله دي. تمام، احمين السوسيس كده وشرايح صغننه من الفلفل الاخضر، الفلفل الاصفر والاحمر، ده ما كانش عندي فلفل احمر، ده طماطم، قطع طماطم عاديه جدا، وهنا شرايح من الزيتون الاسود او الاخضر النوع اللي متوفر عندكم. اهم حاجه البيتزا دي بجد بتبقى يوم تنظيف الثلاجه، مش هنعمل لها حاجه مخصوص، وبجد بتبقى وجبه جميله جدا من ما فيش، فخلوا لها يوم تنظيف الثلاجه. انا بعمل كده، جبت صينيه مقاس بقى العجينه بتاعتي قستها كده بالويم، وابتديت نقلت كده البيتزا بالورق، انا ما حشتهاش من على الورقه، بالعكس انا شلتها بالورقه نقلتها في الصينيه بتاعتي.
بالمنظر ده. وابتديت بس اظبط الورق، ابتديت يعني اريح العجينه كده في الصينيه بتاعتي. تمام، بعد كده صفار البيضه اللي كنا سايبينه في الاول ابتديت قلبته كده، وابتديت امسح بيه اطراف العجينه، اطراف العجينه فقط، مش هنيجي عند منطقه النص بالمنظر ده، لغايه ما اخلصها كلها. هعمل معاكم واحده بقى من غير ورقه الزبده، الجزء التاني من العجينه فردته في صينيه على قدها، وكانت مقاس 28 او 30 والله مش متذكره، بس هو المقاس ده، مش هتكفي اكبر من كده. تمام، ابتديت افردها على قد الصينيه كلها كده بايدي، وجبت برضو ممكن تستخدموا غطا حله، يعني صينيه تبقى اصغر تحطوها بالمنظر ده، وتبتدوا برضو بالسكينه تقطعوا الاطراف ما بين كل طرف وطرف مقاس سنتي واحد. تمام، بعد ما خلصت كده شلت الصينيه بتاعتي، وابتديت برضو اعمل نفس الحركه دي، ان انا ابتديت اعمل اكسات في العجينه كده لغايه ما خلصتها كلها. يعني عايز تعمليها من غير ورقه الزبده، ولو اني في الاخر يعني هحس ان انا اتحكمت فيها اكتر، اللي عملتها في ورقه الزبده اتحكمت فيها اكتر لانها كانت يعني مش محكومه قدامي. دخلتها في فرن يكون ساخن طبعا على 180، اخدت معايا تلت ساعه، وبعد تلت ساعه اديني الشكل الجميل ده. بجد شايفين الجمال؟ والله العظيم منظر تحفة، منظر رائع، سبحان الله. من بواقي التلاجة بصوا بنعمل ايه، منظر جميل. ودي كانت البيتزا على الطريقة الإيطالية، ودي كانت وصفة النهاردة. أتمنى لكل اللي بيشوفني يضغط لايك للفيديو ويسيب لي رأيه في الوصفة، ويسيب لي رأيه كمان، قصدي يسيب لي هو بيشوفني من أي بلد، وتحياتي لجميع الشعوب اللي بتتفرج عليا، تحياتي لأي حد بيسيب لي رأيه في الكومنت من تحت بكلمة حلوة. وده كان فيديو وصفة النهاردة، أتمنى حتى اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل، واستنوني في باقي وصفات جديدة وجميلة ومبتكرة الأيام الجاية إن شاء الله. تحياتي ليكم كلكم جميعا بإذن الله، وربنا يسعدكم ويكرمكم بإذن الله. مع السلامة.